مجزرة جديدة ارتكبتها المجموعة الإرهابية المسلحة في حمص بحق مدنيين اختطفتهم في وقت سابق. وتقوم هذه المجموعات بإعدام أعداد من المدنيين الذين اختطفتهم بين حين وآخر لتزود قنوات الإجرام بوقود حقدها على الشعب السوري، لتقوم تلك المحطات بدورها بمحاولات إلصاق الجريمة بقوات حفظ النظام السورية، بينما يروي أهالي المخطوفين معاناتهم مع الإرهاب. من فترة من شغلة يوم يومين اختطفوا أحد أقاربي طفل عمره 13 سنة قرب مدرسة الفارابي. نحن عم نسمع حديث أنه بيجاوز 200-300 واحد حاطينه مدرسة مفخخينها وبدني في الفجر المدرسة بيتهموا الجيش والأمن فيها. أخي انخطف ب23/2 وحد الله ما رجع على الأغلب هلا موجود بالخالدية بحمص بالخالدية بالميدان هو رايح على دوامه الصبح بكير الساعة 7 وهلا خايفين يصير في مثل المخطوفين اللي كانوا قبله.